قناة أخبار النجوم، إذا عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات ويا ريت تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم، وشكرا لدعمكم حتى وصلنا لمليون مشترك. سأعطيكم أولا نبذة عن هجوم أسراب الصراصير على المسجد الأقصى أمس 1 مايو 2019، ثم نرى الفيديو الذي يوضح كل شيء. حيث تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لانتشار صرصور الليل خارج المسجد الأقصى بفلسطين، على غرار ما حدث في المسجدين الحرام والنبوي بمكة المكرمة والمدينة المنورة. وذكرت وكالة قدس الإخبارية أن الأيام القليلة الماضية شهدت وصول أعداد كبيرة منها إلى مناطق مختلفة في بلاد الشام، كان أبرزها في سوريا ولبنان، التي رصد خلالها السكان وصول الصراصير لمناطق عدة. وقالت الوكالة أن سبب ظهور تلك الحشرات بأعداد كبيرة في هذا التوقيت من العام يعود إلى ارتفاع درجات الحرارة الذي يساعدها على النمو والتكاثر والخروج من مخابئها. وكانت أمانة مكة المكرمة قد أعلنت أن 22 فرقة مكونة من 138 فردًا و111 معدة يكافحون صراصير الليل المنتشرة. وقالت أمانة مكة المكرمة في بيان لها، إشارة إلى مقاطع الفيديو المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي والتي توضح انتشار الحشرات في الساحات المحيطة بالحرم المكي، أن أمانة العاصمة تود أن توضح أن هذه الحشرة تسمى الجنادب السوداء الجداجد أو ما يسمى صرصار الليل من الحشرات المهاجرة. وأضافت منطقة مكة أنه تم توجيه كافة الفرق المتخصصة للعمل في المكافحة للقضاء على هذه الحشرات بعدد 22 فرقة مكونة من 130 فردًا و111 جهاز مكافحة، وقد تم التركيز على مواقع توالدها وتكاثرها بغرف تفتيش الصرف الصحي ومناهل مياه الصرف المكشوفة حول ساحات الحرم المكي الشريف ودورات المياه المحيطة بالساحات بمنطقة القشاشية. وإليكم فيديو يوضح ما حدث، وبعده فيديو لحظة هجوم الصراصير على الحرم المكي في يناير 2019، ثم نبذة عن هجوم الخنافس على قنا بمصر.
ومن ناحية أخرى فإن حالة من القلق والخوف تسود بين الأهالي في عدد من قرى محافظة قنا مطلع الأسبوع الحالي عقب ظهور لحشرة الخنفسة والتي ظهرت بكثافة في العديد من المناطق مطالبين بسرعة التدخل والقضاء على هذا الزحف. علي رمضان مواطن قال أن بداية ظهور الخنفساء كان يوم الأحد الماضي 28 أبريل 2019 خاصة وأنها كانت تظهر في أعداد قليلة كواحد أو اثنين أو بالأكثر 3 حشرات، ولكن منذ يوم الثلاثاء 30/4/2019 ارتفعت أعدادها كثيرا، الأمر الذي أدى إلى تخوف الجميع. وتابعت سهير عربي ربة منزل أنها تشاهد مجموعات من الخنافس والتي تظهر مع حلول المساء وتنتشر قرب أعمدة الإنارة. هنا باينة هي على جدار مبنى كميات كبيرة، ولوجود إحدى الأعمدة ملاصقًا للمنزل أدى ذلك إلى ظهور كميات منها بداخل الغرف، دخلت جوه الشقق، وأشارت إلى أنه تم الاستعانة بالعديد من المبيدات الحشرية. إلا أن الأمر لم يفلح معهم، حيث يتم القضاء على الحشرات الضعيفة منها، أما هناك البعض يحدث له حالة من الجمود لتبدأ في الزحف والتحرك مرة أخرى. حتى الرش والمبيدات مش مقصرة فيها، بتوقفها بس فترة وبعد كده إيه بتنيمها شوية بس. واشتكى عاطف شاكر مواطن من سرعة انتشار تلك الحشرات، الأمر الذي يهدد أمنهم حال ما إذا كانت تلك الحشرات ضارة على صحتهم وصحة أبنائهم لعدوانيتها، أو أنها نافعة كما يقال، أو أنها تقضي على الآفات الضارة والعقارب في المنزل. معقولة تقضي على العقارب؟ فيما أوضح مسؤولي جهاز شؤون البيئة بقنا أن الاسم العلمي لهذه الخنافس هو كاليزما، ومن المعروف أنها من فصيلة الحشرات المفيدة سواء في طورها اليرقي أو عند بلوغها، وهي تشبه الصراصير ولكنها تملك قدرة على الطيران وتسلق الأشجار، وتنفس رائحة كريهة إذا كانت في حالة دفاعية. وأوضح أن سبب ظهورها بأعداد كبيرة في هذا التوقيت من العام يعود إلى ارتفاع درجات الحرارة الذي يساعدها على النمو والتكاثر والخروج من مخابئها. ولقد قامت وحدة مكافحة نقالات الأمراض بمديرية الصحة بقنا برش المبيدات الحشرية في مناطق ظهور الحشرات، والعمل على أخذ عينات للقيام بتحليلها لبيان أسباب الظهور وطرق المكافحة الوقائية لها. ودي صورة الخنفسة اللي هي بدأت تظهر بكثافة.